في نهاية محادثات الأمم المتحدة لمناخ كوب 28 الذي استضافته الإمارات، توصل ممثلو 197 دولة إلى اتفاق تاريخي على ضرورة تحول العالم عن استخدام الوقود الأحفوري. وأعلن رئيس المؤتمر سلطان الجابر أنه اتفق للمرة الأولى على الإطلاق على لغة موحدة بشأن الوقود الأحفوري، وذلك في البيان الختامي. Hearing no objection, it is so decided. من القاهرة دكتور جواد الخراز، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أهمية هذا الاتفاق الذي وصفه سعادة سلطان الجابر بالتاريخي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. فعلا يعني بعد ساعات طويلة امتدت إلى أولى ساعات الصباح لم يكن هناك اتفاق على صياغة النص النهائي، لكن الحمد لله في صباح هذا اليوم أعلن طبيعة الحال رئيس المؤتمر سلطان الجابر عن الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. لأول مرة يتم ذكر الوقود الأحفوري بشكل واضح، التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة بشكل عادل ومنظم ومنصف، يعني بما يتماشى مع العلم والحصول على الحياد الكربوني بحلول 2050. إذن بالأحرى يعني الصوت انقطع. طيب نعطي يعني ضيفنا ولو ثوان معدودات حتى يعاود الزملاء. أعاد الاتصال. نعم. الكلام، تفضل، انقطع صوتك لثوان معدودات، تفضل. عفوا، يعني فعلا كما قلت قرار تاريخي. طبعا فضلا عن ذكر الوقود الأحفوري والتحول عن استخدامه في نظم الطاقة، هناك التزام الدول الحاضرة بمضاعفة الطاقة المستدامة، الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة كذلك ضعفين من الآن إلى 2030، فضلا بطبيعة الحال عن تفعيل صندوق الأضرار والخسائر التي تم ضخه تقريبا 800 مليون. طب دكتور جواد، خلينا نفهمها على أرض الواقع لأنه كثير الموضوع متخصص. نعم. كيف سيكون يعني الابتعاد عن الوقود الأحفوري والاستعاضة بيعني مصادر طاقة أخرى، كيف حتى نفهم؟ طبيعة حال استخدام الوقود الأحفوري منذ الثورة الصناعية يعني أثبت العلماء يعني من خلال يعني العديد من المشروعات العلمية عن مساهمته بشكل مباشر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان والغازات الدفيئة بصفة عامة. طبيعة حال الاحتباس الحراري الذي نعاني منه والذي نرى أثره من خلال ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة بشكل قياسي، من خلال ارتفاع مستوى سطح البحر، من خلال طبيعة حال كوارث الطبيعية، سنوات الجفاف، كل هذا أثبت أن الموضوع يتعلق بالانبعاثات. إذن التحول من الوقود الأحفوري الذي يسبب الانبعاثات إلى طاقة نظيفة لا تسبب انبعاثات غاز دفيئة هو في سوف يخدم يعني المناخ، وسوف يخدم الهدف الذي هو عدم تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية بحلول 2100. إذن هناك علاقة وثيقة إذن مع بين القطع مع الوقود الأحفوري وإن شاء الله إنقاذ هدف 1.5 بحلول 2100. طب المؤتمر هذا اللي عقد في الإمارات بماذا اختلف عن السابق؟ بالفعل طبعا هو الجهود تراكمية، كل مؤتمر أطراف له يعني بعض النجاحات. في هذا المؤتمر طبعا كما قلت سابقا لأول مرة يتم بشكل جريء ذكر القطع عن الوقود الأحفوري، يعني التوقف عنه في العقد الحالي في نظم الطاقة، هذه أول مرة. زائد كذلك صندوق الأضرار والخسائر،
يعني مجموعة من الدول النامية ودول الجنوب اشتكت من أنها أقل تلويثا للمناخ العالمي وفي نفس الوقت يعني الأكثر تضررا من آثاره، وبذلك تفعيل هذا الصندوق الذي تم الإعلان عنه السنة الماضية والآن تم تفعيله وكذلك إيجابي لصالح الدول النامية. كذلك طبيعة الحال مجموعة من القرارات التي تم الاتفاق عليها من قبيل مثلا كما قلت مضاعفة جهد الطاقة المجددة وكفاءة الطاقة 3 أضعاف وضعفين بحلول 2030، كذلك طبعا التوقف عن يعني استخدام الفحم، الاستثمار في يعني التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في خصوصا في الصناعات التي يصعب فيها تحييد الكربون، كذلك طبعا الاستثمار في النظم الغذائية والزراعية المستدامة، كذلك في النظم الصحية المتعلقة يعني تأثر بالمناخ، كذلك مجموعة من الصناديق مثل صندوق التيرا 30 مليار دولار لتفعيل الاستثمار المناخي. إذا مجموعة من القرارات التي تحصل أول مرة، وكان هناك طبعا حال جهد من دولة الإمارات المتحدة كمحتضن لهذا المؤتمر لحشد هذا الإجماع. كذلك 52 دولة شركة نفطية يعني تعهدت بالتوقف عن إنتاج البترول بحلول 2045، إذن بعد القرارات غير مسبوقة، لكن طبعا الحال هناك أيضا نقاط لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها، ربما سيترك الأمر للمؤتمرات القادمة إن شاء الله. شكرا لك من القاهرة دكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.